صباح الخير يا سلمان. يسعد صباحك يا عفاف. صباح الخير إليك وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد ان شاء الله يا رب هالنهار يحمل معه لكم كل الخير والصحه باشغالكم. واكيد محطات عديده ومتنوعه ضمن محطاتنا الصباحيه رح تكون، ورح نبلش بمواضيعنا الاختصاصيه، ولكن بدي ارجع صبح على عفاف. صباح الخير. صباحك مره ثانيه يا سلمان، وسعد صباح كل السوريين وكل حدا عم يتابعنا وانضم لنا عبر الاستديو. صباحنا غير بكل صباح كالعاده. بدي اتمنى لكم يحمل معه كل الاشياء يلي بتحبوها وبتتمنوها، واهم شيء الصحه والسلامه وراحه البال. الله يرزقنا اياها جميعا. مكملين معكم بفقراتنا الصباحيه بمواضيع جديده ومهمه ومتنوعه ايضا، ولكن رح نروح لفاصل صغير ونرجع. اما هلا رح نروح لمعلومات جديده وغريبه ويمكن عم تمر معنا للمره الاولى بتقرير هل تعلم. هل تعلم بأن الاستيقاظ قبل الساعة 9 صباحا يوميا للذهاب إلى العمل أو حتى الجامعة هو تعذيب نفسي للبشر؟ سلبياته أكثر من إيجابياته، إذا اعتبر الخبراء أنه من الأفضل بداية هذه المهام بعد 10 صباحا. وهل تعلم أن محصول الكاكاو عند بعض الشعوب القديمة منها المايا يعتبر هدية من الآلهة؟ هل تعلم أن حيوان الكوالا له بصمة إصبع تشبه إلى حد بعيد بصمات البشر؟ وهل تعلم أن بحر سارغاسو ليس له شواطئ، وذلك لكونه بحر داخل المحيط الأطلسي؟ هل تعلم وبحسب بعض الدراسات إلى أن الناس يكونون أكثر صدقاً عند التعب الجسدي، وذلك ما يجعل البعض يعترفون بما يخفونه خلال المحادثات الليلية المتأخرة؟ هل تعلم أنه عندما يغفو الإنسان يحتاج فقط إلى 7 دقائق لذلك؟ وأخيراً، هل تعلم أن الجسم وتحديداً المخ يفرز مواد مسكنة عندما يبكي الإنسان؟ أحلى شيء إنه الجسم بيفرز مع مسكنات لما الشخص بيبكي. أكيد، ما هن بيقولوا البكاء بيفيد، ما بيقولوا هيك بالعامية، البكاء فرج. ابكي بترتاح. فرج. ايه ابكي بترتاح. تماماً. مكملين صباحنا معكم مشاهدينا، ولكن رح نروح ل 28 نوفمبر. شو صار أحداث مهمة بمثل هذا اليوم وسجل التاريخ ضمن فقرة حكاية يوم؟ كل يوم تتولد أحداث جديدة وبتسجل بروزنامة التاريخ. اليوم 28 تشرين الثاني سجلت كتير من الأحداث. خلونا نتعرف على أبرز هي الأحداث. بمثل هاليوم من عام 1520، البحار البرتغالي برناردو ماجلان يصل إلى المحيط الهادئ قادماً من المحيط الأطلسي عبر مضيق يفصل بين أمريكا الجنوبية والقطب الجنوبي، وسمي بعد ذلك بمضيق ماجلان. عام 1893، نيوزيلندا تصبح أول دولة في العالم تصوت فيها النساء في انتخابات عامة. عام 1960، موريتانيا تحصل على الاستقلال رسمياً من الاستعمار الفرنسي وتنصيب المختار والدادة رئيساً للدولة. بعام 1972، التوقيع على بيان طرابلس للوحدة اليمنية بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وجمهورية العربية اليمنية. بعام 1994، استفتاء عام في النرويج للتصويت على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت النتيجة رفض الانضمام. بعام 2013، مذنب آيسون يذوب بعد اقترابه من الشمس بحوالي 1,000,000 كيلومتر فقط، وكان مرشحاً ليكون أقرب مذنب يمر بجانب الأرض منذ عقود. من الشخصيات يلي شهد تاريخ 28 تشرين الثاني على ولادته، بعام 1829 أنتون روبينشتاين موسيقي روسي. كما شهد تاريخ 28 تشرين الثاني على وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 2017 الممثلة والمغنية المصرية شادية.
رح نبلش اولى محطاتنا عفاف، ورح نحكي فيها عن موضوع كثير بنصادفه مع الشباب، وخصوصا يلي بيكونوا بلشوا مشاريعهم مثل ما بيقولوا مشاريع صغيره او بلشوا من الصفر، رغم كل الاجتهاد والالتزام اللي ممكن يقدموه لهذا المشروع، ورغم كل الامكانيات اللي بيعتقدوا انه هن وظفوها وعملوها بالمكان الصحيح، الا انه احيانا بعض هي المشاريع بتفشل. يا ترى شو السبب؟ هذا السؤال يلي حنجاوب عليه اليوم. للاسف سلمى، كثير من الشباب اليوم بيحملوا افكار مهمه وابداعات، ولكن لما بيجوا لحتى يطبقوا هي الافكار ويسووا مشروع على ارض الواقع، اكيد بتواجههم كثير من العقبات والمشاكل اثناء تنفيذهم لهذا المشروع. ولكن اكيد لكل مشروع ولكل هدف في قصص وشروط واضحه، حتى لو نجح بس احنا كيف بدنا نستمر بهذا المشروع. كثير من التفاصيل والاستفسارات المهمه بخصوص نجاح المشاريع يلي نحن بنعملها واهميه الاستمراريه فيها، كل هي التفاصيل اليوم مع رئيس مجلس امناء مؤسسه الموارد البشريه الدكتور منير عباس. صباح الخير دكتور. أهلا. صباح الخير لكم للمشاهدين. اهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا نبلش هيك من البدايه، هذا السؤال اللي يمكن بيخطر على بال كثير من الناس، انا بلشت مشروعي، انا بعتقد اني انا حطيت كل شيء بدي اياه صح لوظف هذا المشروع، لكن للاسف ما قدرت اني اقلع فيه بالطريقه الصحيحه، شو السبب؟ تمام، اول شيء بدنا نميز نحن بين مشروع هو ريادي ابتكاري ابداعي من الصفر مبلش، ولا هو مشروع استمراري لتوليد مثلا عائد معين. المشروع الريادي بده يفكر بشغف، وبده يكون في عنده رؤيه، وبده يبلش من الصفر بفكره رياديه، فهذا مخاطرته اكبر بكثير من مشروع اعتيادي نحن عم نكبر البزنس او قاعدين عم نستمر بشيء معروف وله اوريدي زباينه على الارض وله موردينه ومستقر شبه مستقر على الارض. فاذا المشاريع اللي بنخاف عليها هي كثير اللي ما تستمر، هي المشاريع الرياديه اللي بتفكر بحماس زائد جدا من الرياديين، بيكونوا متحمسين للفكره، بيجوا اول شيء في عندنا خطا كثير كبير باختيار الشركاء، هذا الشيء اللي دائما عم نعاني منه مراحل متقدمه من المشروع. اكثر شيء انا بشوف انا الغلط تبع المشروع وسبب فشله بمراحل متقدمه هو عدم اختيارنا المناسب للشركاء داخل المشروع، بيكون شغفنا كثير كبير، اي حدا بيعوض النقص بنعتبره شريك، فهو دائما بيقولوا انه لا هي مشاكل تمويليه ابدا، اذا بعطيكي احصائيه حواليه من المشاريع انه ليش المشاريع عم تفشل وما عم تستمر، عم تطلع كلياتها مشاكل موارد بشريه وليست مشاكل ماديه ابدا. للاسف هذا بعدين بيكتشفوا هذا الموضوع. اذا المشاريع الرياديه لازم دائما نحن المشاريع بتمر بعده مراحل، هالفكره هي الموجوده بذهننا يجب ان تسقط على نموذج نحن بنسميه نحن نموذج البزنس اللي هو اللي بنسميه بزنس ماتريكس. هذا البزنس ماتريكس له 9 حجار، تبدا اول حجره منهم بمن هي شرائح العملاء، تنتقل الى القيمه المضافه اللي بده يقدمها المشروع، الى العلاقه مع الموردين، الى العلاقه مع الزبائن، الى العلاقه مع قنوات التوزيع، الى ما هي مراكز توريد الايرادات، الى ما هي مراكز الكلفه، دراسه كامله. هي الدراسه الكامله هي عباره عن ورقه فقط، ورقة مقسمة إلى 9 مربعات، هي الورقة اللي احنا بنعتبرها مثل الصورة، صورة المشروع البانورامية، بتلخص كل شيء ولكن بشكل مختصر. بننتقل من هي الأفكار إلى دراسة بنسميها دراسة الجدوى الاقتصادية، فتبدأ من عملية دراسة فنية للمشروع شو بده يقدم، إلى دراسة تسويقية، تنتقل إلى دراسة مالية، ومن ثم دراسة موارد بشرية شو بده عناصر بشرية المشروع. بعدها إذا بده يقدم قرض أو يروح على جهة تمويل تنتقل لشيء اسمه بزنس بلان، يعني خطة العمل اللي هي مراحل تنفيذ المشروع. بهالمراحل الثلاثة إذا بتشوفي الركيزة الأساسية هي أول ورقة اللي هي دائما بترجعنا للمربع الاول، انه نحن بالاساس وقت كانت فكره مشروعنا شو بدنا نقدم القيمه المضافه، فاي مشروع بده يطلع من قيمه مضافه بده يضيفها للزبون لحتى يجي هذا الزبون يكون اما عم ياخذ الخدمه تبعتي او عم ياخذ المنتج اللي من عندي. نحن احيانا بنفقد البوصله، ليه؟ لانه احيانا بنكون عم نقدم منتج بنلاقي مكملات وبجيب مصاري اكثر، بنروح لمكملات المنتج وبننسى المنتج الاساسي اللي احنا عملنا له دراسه. طب نحن بنروح عم نقدم خدمه بنلاقي الخدمه المكمله لخدمتنا عم تجيب صاري اكثر، نحرف البوصله بنفوت على سوق اللي احنا ما لنا عاملينه دراسه، فبتلاقينا اخر شيء راحت البوصله تبعتنا. فوقت نحن نعمل البزنس ماتريكس ونرجع دائما للمربع الاول لحتى اشوف مين هي شرائح عملائي، شو القيمه اللي بدي اقدمها، فهون نحن
احيانا فقدان البوصله. وقت انت تفقدي المنتج اللي انت بالاساس كنت متحمسه له او الخدمه، فانت راح الشغف كثير عندك وصار عندك شركاء جدد انت ما كنتي بالاساس متعاقده معهم نهائيا. فهذا واحده من الخطوات اللي هي غير مدروسه. اما عن المراحل ليش ما عم يكبر المشروع، حياتها ما كانت هي المراحل الماديه هي المعيقه للمشروع. بتلاقي خلافات احيانا وقت بيكبر السوق تبعنا بنصير بدنا نقفل البزنس ونقتسم كل الزباين. طب الزبون اللي هو جاي للمشروع صار مقسوم بين شركاء، يعني انا اروح لعند مين جيب الخدمه؟ بشوف منافسه بين الشركاء. فبتعرفي انت دائما الزبائن بتحب تستغل هي الفرصه بتاخذها لصالحها مثل ما هو صاحب المشروع. فانا بروح ورا المنافس اللي بيقدم لي افضل جوده بافضل سعر، حروح ورا بغض النظر اذا هالشركاء فكوا البزنس بيناتهم ولا هن بعدهم مستمرين بهذا الموضوع. اذا راحت القوه تبعتنا اللي هي الشراكه اللي هي اللي احنا بالاساس مبني علينا المشروع. الشغله الثانيه وقت انت الزبون يسمع بهي الخلافات شوي صغيره حيروح لعند المنافس عندك وحيستغل نقطة الضعف اللي عندك ويصير يبازر عليها. طب الموردين اللي عم يجيبون للمواد الأولية اللي هي كنا عم ناخد حسم الكمية وبيعرفونا مستقرين، صار فيهم نحن بنفس الوقت يتفاوضوا معنا ويعطوا سعرين مختلفين. طب الجهات القارضة اللي هي عم بتحس انه هذا المشروع بلش بمرحلة تعسر ممكن ترفع علينا الفائدة بقروض أخرى نحن عم ناخدها. فإذا نحن عم نشوف هي مشكلة موارد بشرية بالأساس. هي الشغلة اللي احنا دائما بننصح فيها اللي عم يعملوا مشاريع، درسوا شركائكم كثير منيح. يعني دائما احنا الشريك بالنسبة لنا ليش بيتميز رائد العمل؟ لأنه قادر على إقناع شركاء بشغفه وتحمسه للمشروع، فبيكون في ناس متبنيين للفكرة فبيكونوا عم بيحاربوا معنا بهذا الموضوع. وإلا بحياتها ما كانت المشكلة المادية هي اللي سبب بعدم إكمال المشروع. طيب دكتور منير، خلينا نوقف عند نقطة مهمة اليوم قبل ما نبلش نحن بكل هذا الكلام وبكل رحلة تنفيذ المشروع والعقبات اللي ممكن تواجهنا بهذا الطريق. بداية المشروع أكيد لازم ما يكون في معايير الواحد يرتكز عليها لما أنا بدي أبدأ مشروع. بيقول لك أنا عندي أفكار كتير مهمة، أنا عندي أشياء بدي أنفذها على أرض الواقع، بس ماني عارفان كيف بدي أمسك رأس الخيط أو كيف بدي بلش بهي الفكرة أو بهذا المشروع. فشو هي المعايير اللي لازم تكون موجودة؟ صحيح، نحن في خطوة هي بريادة الأعمال ندرب عليها، هي دائما تحويل الفكرة إلى واقع. تمام. تحويل الفكرة إلى واقع، أفكار متطايرة كتير بذهننا، نحن بس نسقط على البزنس موديل المؤلف من 9 أركان أساسية. هي من هي شريحة العملاء؟ لمين أنا؟ شو القيمة المضافة بدي أقدمها؟ شو هي القنوات التواصل بيناتهم التسويقية؟ فأنا عم بسقط أفكاري على ورقة. طب أحيانا في أفكار ما لها حلول، هي الحلول في عنا كمان أدوات لحنا لابتكار الحلول، قد تكون جلسات عصب ذهني، قد تكون كتير أدوات لحنا بنستخدمها إنه بنقلب إذا ما ربحنا وخسرنا شو سبب خسارتنا، إذا ما كان هذا زبوننا مين بده يكون زبوننا، بنقلب الأسئلة تبع اللي احنا نقاط قوة لنا نقلبها لنقاط ضعف حتى نجاوب على شيء اسمه exit plan. يعني إذا فشل المشروع أنا شو هي المخرج تبعي؟ فدائما في عنا دراسة مخاطرة، فمنقول إحنا الزبون هذا هو زبوني، إذا هذا الزبون ما اشترى مني أنا شو بدي أتصرف؟ فبدي يكون في عندك حلول اللي هي حلول الريسك، يعني الحلول اللي هي إذا كان في عندك مخاطرة بالمشروع. فهون هي البداية. فإحنا دائما بنحكي مع الريادي بنقول له عندك هاي الأفكار، أوكي هاي الأفكار اسقط لي على الورق. ببلش يعبي أول مربع، ثاني مربع، ثالث مربع، والله هذا ما له موردين، نمجي مواد أولية خيالية هي الفكرة. فبتلاقي دائما هي التسع أركان هي بتسقط لك. يعني احنا كتير عم ننشر هالثقافة، الثقافة هي مانا كتير بعيدة، يعني من بداية التسعينات واللي أوجده هو يعني أليكس أوستر بالدر اللي هو واحد من المفكرين السويسريين وصغير بالعمر، وصارت تلقى تستخدم هي من 2000 فما فوق صارت تستخدم بداية فكرة. دائما منعلقها لحنا على حائط الريادي، دائما بتطلع انه كيف بلشت فكرة المشروع مشان دائما يرجع خطوة لورا ويشوف كيف بلش. فإذا احنا في عنا أفكار هي احيانا تكون طايره بالسماء من قاربه على الارض، بيكون له دائما خلي ريادي الاعمال خلي مثلا اقدامك على الارض بحيث انك تفكر بشغله واقعيه مو بدول مجاوره مو فكره شفتها على النت. وهلا كمان في شغله لازم ننوه عليها انه نحن الفضاء الواسع اللي هو عباره عن النت سمح لنا انه ناسس كثير مشاريع ما كانت فكرتها موجوده سابقا. يعني كنا من الاساس وقت ترخصي مشروع بدك ترخيص حقيقيه فيزيائيه، نوع الشركه، ترخيص الشركه، حمايات ملكيه، هي القصص كلها على الارض بتصير. هلا بتلاقي واحد بلش فكرة مشروع وبلش يكون عنده زبون
وبالآلاف هو عبارة محل ما عنده، فهو تسويق افتراضي. طيب دكتور، كمان خلينا نحكي على فكرة كتير مهمة. حضرتك حكيت عن أبرز المعايير ويمكن أبرز المشاكل اللي ممكن يشوفها أي شاب مقدم على مشروع ريادي أو مشروع ابتكاري. طيب اليوم في شروط لا يقدر يتبع أيضا خطوات بتحافظ على الاستمرارية، لأنه أيضا استمرارية هي شيء مهم لأي مشروع. ما بكفي أنه أنا أنجح فيه مثلا سنة وبعد سنة ما إلي أفق بهذا المجال. صحيح. لحنا هون بعد ما تنتقلي من خطوة دراسة خطة للمشروع، يعني هي عبارة عن فكرة المشروع تسقط على الورق، بنروح على شيء اسمه الفيزيبيليتي ستادي اللي هي دراسة الجدوى الاقتصادية. دراسة الجدوى الاقتصادية تبدأ أول شيء من أنه هذا المشروع له تسويق، فتبدأ من دراسة تسويقية. فلحنا بنعرف تماما مين زبوننا، هذا الزبون اللي احنا جبناه وحققنا منه إيرادات بنحط له خطة مالية. هي الخطة المالية في إلى أول قسم هو قسم نقطة التعادل، هو تعادل إيراداتي مع رأس مالي اللي حطيته، وبعدين الانتقال لمرحلة الربح. هي الخطة المالية اللي احنا حاطينها وهي جزء من الجدوى الاقتصادية مدتها على الأقل سنتين، يعني في عنا استمرارية سنتين للمشروع. ممنوع نحط مشروع ينتهي بتحصيل رأس ماله. هيك انت بس عملتي فكرة اختبرتيها، اخذتي رأس مال، انتقلتي الفكرة الثانية، ما عملتي اي شيء. لحنا دائما في عنا نقطة تعادل قد تحقق بعد 3 شهور، بعد 6 شهور، بعد سنة، وبعدين السنين اللي هي بتراكم ارباح. في اشياء كتير بننبه عليها. لحنا احيانا بيكون صاحب المشروع حاطط شغلات هو بيمتلكها، وليكن المحل له او بيته او الفكرة من عنده او واحدة من الاصول من جيبته، ما بيحطها بالميزانيات. يعني انا مثلا بقول انه غرفة المكتب من عندي، هي غرفة انا بمتلكها، هي بدك تعتبر حالك مستأجرة وتراكم لها إيراد. هي واحدة من الشغلات. تاني شيء، ما بيحط لحاله صاحب المشروع راتب. طبعا أنا هلأ إذا وظيفتي أفضل تجيب لي من المشروع بلا وجع الراس، ليش لحتى تكون ريادي؟ فأنت دائما بدك تحطي لك راتب. هدول بينسوهم، بيحسبوا حالهم ربحانين، بيجوا لمرحلة لاحقة البيت ما عاد متوفر أو المكان تبع اللي هو كان صاحح له مجانا، بيقوم بده يحط الخطة الجاية، بيلاقي عنده أجار مرتفع، بيلاقي هو نفسه وقته ما عاد يقدر يحصل مصروفه هو لحاله. لحنا من نقطة البداية من حساب مكونات الدراسة المالية للمشروع بحط أنا كموظف كرائد عمل صاحب المشروع، بحط لأيدي راتب كأني CEO تبع مشروعي، وبحط حتى الأصول اللي هي عبارة عن أصول أنا جبتها مجانا. هي معنا مجانا، هي الخطوة المقابلة لألأ أنه لو ما لقيت حدا عطاني إياهم أنا دفعت أجارهم. فهي الأشياء هدول اثنين من العسرات اللي ممكن يتعسروا فيهم وما بياخدوهم بعين الاعتبار ببدايات المشروع. الشغلة الثانية، نحن وقت تكون في عندك دراسة مادية أو مالية كافية فبيكون كتير مشروعك محمي. ونحن في عنا ضعف مالي الحقيقة بعملية، خلينا نقول، تحويل الأفكار إلى ليرات وإلى قيمة نقدية. فبتلاقي دائما نحن بنعطي تدريب مدة 3 أيام لخمس أيام لعمل قائمة التدفق النقدي، عمل الأرباح والخسائر، ميزانية الختامية، بس ما بنعطيها بمفاهيم محاسبية معقدة، بنعطيها بمفاهيم حتى الشخص اللي معه تعليم أساسي يفهمها. يعني إنه هي الأشياء لأنه هي عبارة عن ألم ورقة وحسابات. ما في شيء اسمه أنا بعمل مشروع بعدين بجيب محاسب يحسب لي. بالأساس هذا المشروع ما خلق وتكون على الأرض بدون ما يكون في عنده موازنات له وفي له قيم مادية معكوسة الأفكار إلى قيم نقدية. طب دكتور منير، خلينا ننهي الفقرة بأهم النصائح اليوم يلي ممكن تفيد كل الشباب حتى الصبايا يلي اليوم بدون يقدموا على تنفيذ مشاريعهم، إن كانت في صعوبات بالبداية أو حتى صعوبات من ناحية الاستمرارية. هلا أنا صلي أكثر من 17 سنة مع رواد الأعمال ودائما عم اشتغل معهم وعم بسمع مشاكلهم. اذا بعمل شو هي اكثر المشاكل يلي بيواجهوها؟ اكثر مشاكل هي عباره عن الشركاء بيفترقوا، ما بيعودوا، بدهم مصلحه المشروع اكثر من مصالحهم الخاصه. فبتلاقي المشروع ضاع بين اثنين او عده شركاء. هي واحده من المشاكل. ثاني شيء الضعف المادي بدراسه الدراسة المالية. الدراسة المالية معمولة لحتى نجيب رأس مالنا، مو لنربح ونستمد أو يكون في عنا استدامة لنا. هي الشغلتين بيفقدوه. مجرد حصلوا رأس المال بتلاقي المشروع ما عاد له شغف عند الاثنين، خلاص حصل رأس ماله والربح اللي حاطه. طب الاستدامة ما بتلاقي في عندهم الشغف لها كتير. الشغلة الثالثة وهي الأهم، إنه دائما ما في المشاريع ما لها exit plan. يعني المشاريع بتعرفي انت كثير بتتعرض لريسك، مثل الشخص اللي ممكن يمرض، ممكن يتعسر بحياته الصحيه، ايضا المشروع ممكن يمرض، ممكن تحصل له ظروف غير مدروسه. فعملنا عمليه دراسه الازمه او دراسه المخاطر للمشروع والاكزيت بلان مو كثير الناس محضرين لها. بتلاقي محضرين لها بالظروف المثاليه،
حلوة كتير اللي هي وقت انكتب المشروع. طب الريسك مانجمنت تبع هذا المشروع مو معمل لحسابات نهائيا. وآخر سبب اللي هو المادي اللي هو التمويل، صدقيني آخر سبب، شوفي لوين رتبته. الأشياء الثانية هي اللي بتحدد استدامة المشروع. دائما بنقول لهم نحن كونوا دائما على عملية تطوير للبزنس بلان تبعتكم. البزنس بلان ما أنا عبارة عن شغلة ريتن ان ستون ومكتوبة بالصخر وما بتتعدل، هي شغلة ممكن تعدليها أنت كل ثلاثة شهور بتعيدي صياغة خطتك، وحتى بتصيري تقنعي ممولين جدد ويعرفوا تماما كيف يعملوا فند ريزنج. يعني فند ريزنج أحيانا مو دائما القروض اللي عليها فوائد هي اللي بتكون ممولة للمشروع. حمسوا الآخرين يشاركوكم أفضل ما يدينوكم بفائدة. أكيد، يعني دائما دكتور منير بيكون معك معلومات مهمة ومفيدة لكل الشباب. نتمنى هيك اليوم نكون عطينا ملخص لبعض الخطوات الأساسية اللي هي ممكن تساعد أي شخص بلش مشروعه. بس استفسار صغير، اليوم بنلمح كمان بعض الأشخاص بيكونوا ناجحين بمشروعهم بيقرروا يتوسعوا فبيقولوا بنضم مشروعين نفس الأفكار مع بعض، كمان هدول في لهم بعض الشروط لازم ينتبهوا عليها مشان ما يكون في مشروع طاغي على مشروع أو واحد كسبان على حساب الثاني مثل ما بيقولوا. أنا دائما بآمن بالشراكة، يعني دائما الواحد ما يعيد لفة الدولاب من الأول وجديد. أنا ماني قوي بالتسويق وعندي مادة كتير إلى زباين، بروح على شركة تسويقية بعملهم شركاء، ليش لحتى أنا أسوق وأبني فريق تسويقي من الصفر وهذا ما هو اختصاصي؟ فهلا عم نلاقي شركات كتير مهمة وأصلا هي بتوفر كتير بالكلف. أنا منتج جيد بعرف طلع قيمة مضافة بالمنتج تبعي وله رغبة بالسوق، أنت شركة تسويقية تستلم لي التسويق كلياته من A to Z. بيجي مرة تانية لعند شركة نقل أنت خذ النقل كلياته، بيجي عند شركة مستودعات أنت خزن لي وسوق افتراضيا حتى عبر دول العالم. هي الشراكات كلياتها هي عبارة عن واحدة من أهم الهياكل التنظيمية للمنظمات حاليا اللي هي 2023 فما فوق. هي هياكل التنظيمية للشراكات، ما عد حدا بده يكون من الألف لل يا متخصص بشيء معين. أنا كتير مبدع بهذا الموضوع، خليني أنا يوتيوبر جيد وإنسان إلي حضوري بكل شيء، في شركة مونتاج هي بتسوقني، في شركة تانية هي اللي بتروح بتسوقني دعائيا، وهي شركة بتروح بتشتري الإعلانات بتنعرض عندي باليوتيوب. فأنا ليش لحتى أكلف حالي من الصفر؟ في ناس متخصصين. أنا مع الشراكات كتير، واللي عم شوف هالمشاريع الناجحة عم تتسوق دوليا مع أنه هي محليا سورية. سورية بامتياز، هي ناس حققت شراكات مع كتير شركاء موجودين خارج حدودنا الفيزيائية قاطعين شوط بالتسويق العالمي. بتلاقي هو استلم هون الانتاج، شو ما كان المنتج، خدمة ولا منتج حقيقي بيستهلكه يوميا، عم يتسوق عالميا عن طريق الشراكات. طيب دكتور، بالنسبة للكورسات مهم كتير انه الشخص ياخد كورسات قبل ما يبلش بالمشروع، تمام. صح؟ تمام. طيب هاي نقطة كتير مهمة لانه لازم الواحد ممكن يكون بحاجة لتدريبات ويتعرف على اساس بداية المشروع لحتى يعملها. شكرا كتير لك دكتور منير عباس، كنت معنا ولكل النصائح اللي قدمت. يعطيكم العافية، ان شاء الله صباحكم رياضي. شكرا لك دكتور لكل المواد اللي قدمت لنا اياها. ثقب القلب الأذيني هو مرض عم يشتهر فيه وعم يصيب نسبة كبيرة من الأطفال، فهو من الآفات الخلقية يلي ما بتكتشف ولا لها أي أعراض ممكن تظهر على الشخص إن كان بمرحلة الطفولة أو بمرحلة البلوغ وحتى بالشباب، يمكن لبعد سن 40 أو 50 لحتى تبلش أعراض القلب، ثقب القلب الأذيني بالظهور عند الشخص، وممكن تأخر بالظهور وما بنعرف شو ممكن لوين تتطور الحالة ما يصير. صحيح عفاف، لهيك اليوم خصصنا هاي الفقرة لنحكي بشكل أوسع عن كيفية معرفة أو تشخيص المبكر للثقب الأذيني للقلب، وهل من الممكن تلافي الوصول لمرحلة خطيرة قبل ما نكتشف هذا الموضوع، شو الأعراض، الأسباب، العلاج، كل هاي التفاصيل مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور أحمد العايد استشاري قلبية وأيضا أخصائي بالقسطرة القلبية. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا. يسعد صباحكم وشكرا لكم. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. يعني ثقب القلب الأذيني هو صار من أشهر الآفات الخلقية يلي عم نصاب فيها كتير من الأشخاص خلينا نقول، ولكن خلينا نرجع للسبب دكتور، يعني سبب حدوث هذا المرض بما أنه هو كمان ما له أي أعراض. الحقيقة السبب هو عيب خلقي. يعني عادة بتكون القلب الأيمن والأيسر، القلب هو جزئين أيمن وأيسر،
مفصولين تماما بحاجز بين الأذينتين اسمه الحاجز الأذيني وبين البطينين اسمه الحاجز البطيني. هلا وجود خلل في هذا الحاجز هو الثقب او نحن بنعبر عنه بالفتحه، فتحه بين اذينتين او فتحه بين البطينين. نتيجه وجود هالعيب الخلقي، سبب خلقي هو، بصير مرور الدم من الجانب الايسر الى الجانب الايمن. الضغط ما نوع واحد بالايمن والايسر، في فرق، الاعلى دائما هو الايسر. بوجود الحاجز ما بيختلط الدم، اما بوجود هذا العيب بصير في اختلاط للدم بيؤدي لزيادة تدفق الدم للأيمن وبالتالي عبء إضافي على الرئتين وحدوث شيء اللي بنسميه ارتفاع الضغط الرئوي وقصور القلب. الحقيقة ليش بصير عند البعض وما بصير عند البعض الآخر؟ هلأ بعض الدراسات قالت أنه الانتانات الفيروسية أثناء الحمل ممكن تأثر، خاصة الحسب الألمانية مثلا اللي طبعا معظم الناس أخذين لقاحات إلى مثلا، بعض الأدوية، الدخان، الأرجيلة، هي كلها من العوامل اللي ممكن تؤدي أو تساهم لحدوث الثقب هذا أو الفتحة أو أي خلل آخر. طبعا هي ممكن تجي لحالة الفتحة بين أذينتين وممكن تكون مشتركة مع آفات خلقية تاني. طبعاً لما يولد الطفل ممكن ما يحس بأي أعراض، ممكن ما ينتبهوا له، وفعلاً بنلاقي فتحات بين أذينتين عند بالغين وعند كبار مثل ما تفضلتي، يعني ممكن بعمر 50 و60 سنة لحتى نكتشف هي الفتحة بين أذينتين، لحتى تؤدي لارتفاع ضغط، لحتى يصير في أعراض والمريض يراجع ويشوف شو الموضوع. طيب دكتور، باعتبار انه ممكن ما تظهر بشكل واضح لا اثناء الولاده ولا بعد لاعمار كبيره، هل في مثلا ادوات جديده اصبحت ممكن تعطي مستشعرات حالات معينه انتم عم تستدلوا منها اعراض متكرره، فبالتالي مع الوقت بين معكم انه هي مشتركه مع اللي عندهم ثقب اذيني؟ هل في اجهزه جديده مثلا؟ هلا بنعرف نحن القسطرة كان زمان أهم شيء، صار بعد هلأ يعني كتير علاجات تنظيرية أصبحت تعتمد على أنه ممكن يكتشفوا من خلال المنظار كتير عيوب ما صحيح كانت واضحة سابقا. ما زالت القسطرة هي الأساس الحقيقة، ولكن بمجال الفتحة بين أذينتين أو الثقب الأذيني اللي سميناه هيك، في الإيكو القلب، إيكو خاصة الدوبلر الملون المتطور الحديث، أكيد بيكشف هالفتحات أو هالعيوب الخلقية. بس هي الفكرة من الأساس الانتباه للأعراض. هلأ ممكن مثل ما قلنا ما يكون في أعراض، هذا بيتبع حجم الفتحة أو حجم الثقب. الفتحة الصغيرة بين أذينتين ما بتعطي أعراض، وممكن يعيش عمره كله الإنسان بدون ما يحس بأي شيء إطلاقاً، حتى يعني بعد الستين وبعد السبعين ممكن تكون موجودة إذا كانت عبارة عن ثقوب صغيرة وما عم تسمح للدم إنه يمر بكمية كبيرة ويختلط بين الجانبين فما في أعراض. لكن الفتحات الكبيرة وخاصة المترافقة بأمراض ثانية بتظهر من لحظة الولادة. هلأ ممكن إذا في أمراض أو مرافقات للفتحة يصير في زرقة عند الطفل، ممكن يكون في صعوبة بالرضاعة، ممكن يكون فشل بالنمو مثلا، ممكن زلة تنفسية بتلاحظها الأم بشكل واضح، يعني بتحس أنه ابنها نفسه مو طبيعي. فهي كلها، حتى التعرق الغزير اللي ممكن يصير مع الطفل ملفت للنظر. بمراحل متقدمة بصير أعراض قصور قلب وارتفاع الضغط الرئوي هي الأكثر، اللي هي عبارة عن ضيق نفس، وخاصة أثناء الجهد أو أثناء ممارسة الرياضة أو صعود درج مثلا، بصير يظهر عند المصاب بهالمرض هاد بنسميه زلة تنفسية أو ضيق النفس. مراحل متقدمة بصير أعراض قصور قلب كاملة وبصير واضحة جدا، هي بس مراحل شوي متأخرة. طيب دكتور، إذا تم اكتشاف هذا المرض عند الأطفال أو حتى عند البالغين، كيف ممكن يتم علاجه لهذا المرض وممكن هو يسبب خطورة على حياة الشخص؟ هو لحسن الحظ أنه في كتير فتحات تغلق تلقائيا، يعني ما في داعي للتداخل عليها، فممكن تسكر مع نمو الطفل. لكن هلأ اللي بتستمر وخاصة إذا كانت عرضية وكبيرة فيجب إغلاقها جراحيا إذا كانت عند الطفل سببت أعراض. لما يتم نمو المصاب بهالمرض أو
اللي عنده هالفتحة. في وسائل جديدة عن طريق القسطرة القلبية، هي إغلاق عن طريق القسطرة بدون عمل جراحي. طبعا هي ما بتنطبق على كل الفتحات أكيد. الفتحة المعزولة اللي إلى حواف واضحة مثلا وأقطار معينة فرضا ما تكون كتير كبيرة، هي ممكن إغلاقها عن طريق القسطرة، يعني بدون جراحة قلب، أداة بتنحط بهالمكان وبتسكر. المشكلة عند الأطفال بتصير، ممكن تصير طبعا، لكن بدنا نقدر أن الطفل ممكن ينمو، فالأحجام ممكن تختلف عنده. يعني طفل وليد جديد مثلا أو رضيع صعب شوي أنه نتعامل عن طريق القسطرة معه بالإغلاق. يعني ما في خطورة حياته إذا كان مصاب بهذا. هلأ الفتحة بين أذينتين هي من أسلم الأمراض الحقيقة نسبيا، خاصة إذا كانت صغيرة، وحتى عمليتها ما بهالخطورة. يعني هي ممكن نحط رقعة أو مثل ما قلنا عن طريق القسطرة، خاصة لما تكون الفتحة معزولة مو مترافقة بأمراض تانية. أما مع التقدم بالعمر إذا كانت صغيرة ممكن تبلش الأعراض تظهر، وياما مرضى بيجونا باحتشاء عضلة قلبية أو بنقص تروية قلبية بنكتشف عندهم فتحة. فهذا يعني وارد أنه إذا كانت صغيرة أنه ما يكون في إلا أعراض بالصغر، وتكتشف صدفة خليني أقول لما يكون المريض صار معه نقص تروية أو صار معه احتشاء أو أي شيء آخر أثناء إجراء تقييم عن طريق الإيكو بتبين هي. طبعا الوسائل الاستقصائية كمان طورت، حتى موضوع الطبق المحوري الرنين المغناطيسي كله هذا وسائل إضافية، بس التشخيص الأساسي هو عن طريق الإيكو، إيكو القلب الدولر الملون اللي بيكشف الفتحات بنسبة عالية جدا جدا. طيب دكتور خلينا نحكي شوي، أحيانا بيكون في عنا عوامل جهد بيعملها الشخص الطبيعي تكون مارة أو بسيطة، وخصوصا إذا ما كان مدخن أو ما عنده مشاكل صحية، هل مثلا بعض عوامل الجهد ممكن تكشف أنه هذا الشخص عنده ثقب أذيني، ممكن يتعرض لجهد معين يقوم ما يقدر يتحمله فيراجع طبيب يبين معنا هذا الشيء؟ خلينا هيك شوي نعطي شوية تلميحات إذا بمجرد. الحقيقة الجهد هو يكشف المرض الكامن، المرض اللي موجود أصلا، ولكن مو هو اللي بيعمل المرض، مو الجهد اللي بيعمل المرض، ولكن هو يظهر المرض. حتى نحن بتعرفي نحن بمجال اختصاص أمراض القلب في عنا شيء اسمه اختبار جهد. يعني هلأ الإنسان اللي أثناء الراحة ما عنده هالأعراض المهمة أو الفحص تبعه الطبيعي يمشي شوي وبنشوف بنقيس تماما، أو على التريدميل على الجهاز، يعني تحت المراقبة أكيد، يعني بنكون عم نسجل تخطيط لحظة بلحظة وعم نراقب العلامات الحيوية لحظة بلحظة. فأثناء الجهد بتنكشف المشكلة أو بينكشف المرض عنده فعلا. لكن أنه هلأ كتير ناس بيظنوا أنه الجهد هو اللي بيأذيهم أو هو اللي بيعمل لهم مرض. الحقيقة لا، مو هيك، هو بيظهر المرض الكامن عندهم. طبعا لما يكون مريض قلبه بده يعني يعمل الجهد اللي بيقدر عليه، نحن نقول له دائما للمريض قلبك دليلك، بمعنى بتقدر تمشي يعني كيلومتر مشي، بتقدر تمشي 2 كيلومتر مشيهم. المشكلة وين؟ لما يصير في تكاسل. يعني هو بيقدر يمشي 5 كيلومتر بس ما فضل يمشي غير كيلومتر مثلا، فهون الخلل أو هون المشكلة. من جانب آخر يعني هلأ إذا قلنا له المريض العاب رياضة وامشي وقام ظهر عنده أعراض أو حس بمشكلة، ما بيقول الطبيب والله اللي امشي، لا وقف، انتبه للرسائل اللي بيبعت لك ياها قلبك. يعني القلب بيخاطب صاحبه وبيوجه له رسائل، هنا افعل هنا لا تفعل. فهون هذا جهد فيك تعمله، هذا جهد ما فيك تعمله. المريض الواعي المنتبه لهالمسجات او هالرسائل اللي بتوصله من قلبه بيعيش حياته طبيعيه الحقيقه. يعني مثلا بده يبذل جهد بده يطلع درج، بيقدر يطلع، بس بقى قلبه بيقول له على مهل، يعني اذا استعجلت رح تظهر الاعراض. الرسالة الثانية بيقول له لا تعمل جهد بعد الأكل. دائما مرضانا لما يأكل وبده يبذل جهد بعد الأكل، طبعا هذا خطأ شائع، ما المفروض ممارسة الرياضة أو بذل الجهد بعد الأكل مباشرة، أكيد المفروض أنه يكون على معدة فاضية أو بعد فترة معينة من الطعام بيكون أفضل، لأنه عملية الهضم هي جهد إضافي على القلب. الشغلة الأخيرة ينتبه الإنسان لقلبه، يعني مجرد ظهور أعراض لازم يطلب المساعدة الطبية، لازم
يراجع الطبيب او اقرب مركز صحي او مشفى ليشخص المرض وياخذ العلاج المناسب والرعاية المطلوبة للقلب ويضل بسلامة يعني من الناحية القلبية. دكتور يعني قد ايه اليوم مهم كمان ما بدنا ننسى التغذية وطبيعة الأكل والحياة اللي بيعيشها الشخص المصاب بهذا الثقب، قد ايه ممكن اليوم يلعب دور النظام الصحي والأغذية الأطعمة بخلينا نقول بفترة العلاج بتخفيف هي الأعراض والحد منها؟ طبعا له دور كتير مهم. مثل ما قلنا ممكن الإنسان يعيش مع ثقب أذيني بطيني أو أيا كان مثلا بكتير بأريحية إذا كانت الثقوب صغيرة، خاصة الفتحة بين أذينتين أو الثقب الأذيني ممكن ما يكون إلى هالأعراض المهمة، لكن هلأ مع زيادة الوزن بدها تظهر أعراض، مع مثلا دخان الأرجيلة، قلة الفعالية الفيزيائية. هلا ما يؤدي الى ظهور البدانة هي المشكلة. على رأسها طبعا الكربوهيدرات، السكر، الخبز، ايضا الأطعمة المقلية المقالي بشكل عام كتير كتير سيئة، كتير ممكن تعمل مشكلة بالوزن وبتؤدي لتفاقم المشكلة القلبية وظهور المزيد من الأعراض القلبية ودخول المريض بقصور القلب. يعني بيكون المريض صحيح عنده هالمرض لكن مرتاح ما عنده شيء، بصير زيادة بالوزن أو بصير يدخن أو يأرجل زيادة تظهر عنده المشكلة وبتتفاقم، وهون بقى بيدخل بقى بالمرض ونضطر للدخول حتى العمليات الجراحية. أيضا المحافظة على وزن مثالي ولياقة عند المريض مهمة جدا، مشان فيما لو احتاج عمل جراحي في المستقبل تخدير المريض البدين صعب كتير وفيه خطورة الحقيقة، لأنه يعني أنه يصحى من البنج مثل ما بيقولوا الناس، يعني أنه فيه صعوبة للإنعاش وإيقاف التخدير. فدائما الإنسان يحافظ على وزن معتدل، نمط حياة بنسميه صحي ما أمكن، ناكل أقل ونمشي أكثر أو نمارس رياضة أكثر، نركز على الأغذية الصحية، الخضار، الفواكه، الحبوب الكاملة مثلا، الأجبان الألبان ما في مشكلة منها، نبعد عن السكر، نبعد عن المقالي، نبعد عن الكربوهيدرات بشكل عام. نعم، هي عوامل خطورة بين إيدينا مثل ما بيقولوا دكتور، يعني نحن فينا نضبطها قدر المستطاع، اللي هي اللايف ستايل أو النظام الغذاء الحياتي والرياضة وما إلى ذلك، لكن في عوامل خطورة خارجة عن إرادة الشخص، ممكن إصابته بأمراض مزمنة، ممكن تترافق مع الأمراض القلبية أو تكون مسببة أو مفاقمة للأمراض القلبية، خلينا نحكي عن هاي عوامل الخطورة أيضا. هلأ كل الأمراض اللي بتصيب جسم الإنسان أول شيء بيجاوب عليها القلب، حتى لو رشح بسيط أو قريب أو التهاب طرق تنفسية، فورا القلب هو اللي بيجاوب، هو اللي بيخفق، هو اللي بيتسرع، وهو أيضا ممكن ينصاب فيها، يعني بنسميه انكسار معاوضة، بيكون القلب معاوض بمعنى رغم وجود مرض أو مشكلة لكن مدبر أموره. خلينا نقول بيجي الالتهاب أو الإنتان بشكل أدق مثل إنفلونزا أو حتى الكورونا، حتى القريب الرشح ممكن يكسر المعاوضة القلبية ويظهر أعراض القلب ويفاقمها. يا ناس كان مثلا عندهم حالة قلبية معينة بعد هيك التهابات أو إنتانات دخلوا بقصور قلب. طبعا الانتباه للموضوع من البداية، دائما التشخيص المبكر يساعد بالوقاية ويساعد بالعلاج وبشفاء الحالة، والتأخر بالتشخيص بيمنع هالشفاء هذا، بيؤدي لتفاقم المرض وبيؤدي لدخول المريض بالمراحل النهائية. لكن الفكرة انه الالتهابات مو هي اللي بتعمل المرض، مثل نفس مفهوم الجهد، لكن هي تفاقمه، هي بتزيده، وممكن بحالات معينة هي تعمل اعتلال عضلي قلبي أو تعمل التهاب بغشاء القلب وتؤدي بدخول بقصور القلب. طيب دكتور، ذكرت نقطة كتير مهمة هي طريقة التشخيص اليوم، يعني أنا كيف يعني هو مرض غامض وممكن ما ينكشف بسهولة، صحيح. طريقة التشخيص اليوم كيف ممكن تتم لثقب القلب الأذيني؟ هلا مثل ما قلنا الانتباه أولا للأعراض، الفحص السريري العادي اللي بيعمله الطبيب بالعيادة، من السماعة نبدأ بالتشخيص،
حتى في علامات بالسماعة بتنكشف عند مريض الثقب الأذيني واضحة يعني الحقيقة، يعني هي من السماعة ممكن يبدأ التشخيص. بعدها ممكن ينتقل الطبيب لإجراء تخطيط قلب كهربائي، صورة صدر بسيطة، يعني الطريقة الذهبية في التشخيص هي إيكو القلب. الإيكو ما بيغني عن التخطيط، والتخطيط ما بيغني عن الإيكو، لازم يتكاملوا. يعني ما بيقدر المريض يقول بس عمل لي تخطيط أو عمل لي بس إيكو بهيك حالة، لابد أنه نشرك وسائل التشخيص لنوصل للتشخيص الدقيق الصحيح النهائي، وبناء عليه بتتوجه خطة العلاج أو برنامج العلاج اللي إن شاء الله بيكون فيها الشفاء للمريض. اللي المريض كمان مثل ما حكينا له دور كتير مهم الحقيقة بالعلاج عن طريق الالتزام بالحمية، الالتزام بالأدوية الموصوفة. فينا نقول عنه هذا المرض خطير اليوم دكتور؟ ممكن نكون يعني بحالة خطيرة إذا ما انتبهنا له، وحالة سهلة جدا إذا كان انتبهنا له من البداية وسمعنا الكلام مثل ما بيقولوا وبتعالج. وياما في مرضى عاملين عمليات ثقب أذيني شفناهم من 30 سنة مثلا، يعني هلأ عم يراجعونا بعد 30 و 35 سنة وما أحلاهم، ما في شيء، يعني عايشين حياتهم طبيعية. وحتى سيدات يعني تزوجوا وانجبوا ما بصير عندهم أي مشكلة. طيب دكتور، اليوم حكينا هيك بشكل كتير مفصل عن موضوع الثقب الأذيني، خلينا كمان في أمراض متشابهة من الثقب الأذيني أيضا هي بتكون ناتجة عن تشوهات خلقية وبنشوفها عند كتير أطفال، ولكن بتظهر من بداية مثل ما بيقولوا الولادة، أنه بيظهر أنه هذا الطفل مصاب بهذا المرض الخلقي. خلينا نضيف أو نحكي عنه مشان ما يصير في لخبطة بينه وبين. نحن قلنا أنه عيوب القلب الخلقية كتيرة من الثقب الأذيني، ممكن كمان فتح بين بطينين، بقاء قناة شريانية، آفات صمامية فرضا، يعني في مشاكل بالصمامات قد تكون خلقية. هلأ ممكن تترافق مع بعضها وممكن تيجي معزولة، يعني ممكن ألاقي فتحة بين أذينتين لوحدة، ممكن تترافق مع مشكلة بالصمام، ممكن تترافق مع مثلا فتحة بين بطينين، بقاء قناة شريانية، اتصال بين الأبهر والرئوي مثلا. الحقيقة لما تتشارك الآفات الخلقية الخطورة أكبر والعلاج أصعب الحقيقة، لكن لما تكون معزولة علاجها سهل جدا. لما يكون بس مرض واحد يعني موجود فهذا بيكون كتير سهل وعلاجه خلينا نقول شافي بنسبة كتير كبيرة، وممكن حتى لو ما نعمل له عملية ولا إجراء عن طريق القسطرة ممكن يعيش حياته عن طريق الأدوية وبيعيش حياته طبيعية. المهم أنه يكون مسيطر على الحالة وما يصير في تدفق دم زيادة ما بين القلب الأيسر للقلب الأيمن، وبالتالي ارتفاع الضغط الرئوي. المريض له دور كتير مهم مثل ما قلنا عن طريق أنه الشيء اللي بنسميه الحياة الصحية، المحافظة على وزن مثالي ما أمكن، الابتعاد عن التدخين بكل أشكاله. طبعا خلينا بس نحكي عن موضوع التدخين لأنه الناس ممكن تلاقي فرق أنه بين السيجارة أو الأرجيلة، لا نفس الشيء الحقيقة، بالعكس الأرجيلة أضر. وحتى هلأ في السيجارة الإلكترونية والأرجيلة الإلكترونية ولسه هدول أثرهم أضر من السيجارة العادية والأرجيلة العادية. دكتور كانوا يقولوا أقل، هي أضر. عم نشوف اليوم مراهقين للأسف، للأسف شديد. صحيح. وجودك معنا لليوم وننوه على هاي النقطة المهمة. اليوم في مراهقين وأطفال للأسف بعمر كتير صغير، يعني لسه ما وصلوا لسن المراهقة. أنا شفتهم بعيني كانوا صف يمكن سابع ثامن. في أصغر كمان للأسف. في أصغر. فيعني قديه خطير هذا الموضوع على صحتهم، قد ايه ممكن يسبب لهم ظهور ثقب القلب الأذيني فجأة او يكون هو عامل رئيسي؟ هلا هو بيأثر الدخان والأرجيلة على الشرايين اكثر، وبيأثر على الرئتين، واذا في ثقب بفاقمه، طبعا بفاقم الاعراض. لكن خطورته عند الشباب من تأثيره على الشرايين الإكليلية، شرايين مروية لعضلة القلب. فعلا لما يبلش الإنسان بالدخان أو الأرجيلة باكرا فبيكون تأثير مضاعف عنده. نحن مرحلة الأنابوليك أو البناء من ولادة للخمسة وثلاثين سنة، فمن يبدأ خلال هالمرحلة بالتدخين خلال هالمرحلة بيكون التأثير كتير كبير عليه. بعد هيك مرحلة الكاتابوليك أو الاستقرار خلينا نقول،
بصير الأثر أقل، ولكن هو بيأثر لو كان عمره 80 سنة. لكن من يبدأ بالتدخين أو الأرجيلة باكرا بيكون عم يعرض حاله لخطر أضعاف مضاعفة الحقيقة، وكل ما كان أبكر كل ما كان أصغر المدخن أو المؤرجل كل ما كانت الخطورة أكبر وأكبر عليه. يعني شيء غريب أنه نلاقي شاب عمره 20 سنة وحاطط شبكة بقلبه أو عنده قصور قلب مثلا اللي حكينا عنه قبل شوي ناتج عن هالموضوع هذا. يعني غريبة الحقيقة هي، ما كنا نشوفها إلا بعد 60 و70، هلأ صحيح. عم نشوفها بال20 وال30، والسبب الرئيسي هو الدخان أو الأرجيلة. الشغلة الثانية الإكسار منها بشكل مفرط جدا. يعني بعض المرضى حكوا لي الشباب أنه ممكن مثلا 10 مرات يأرجل باليوم. إذا نفس الواحد أو رأس الأرجيلة الواحد يعادل باكيتين على الأقل، فتخيل الكمية المذهلة اللي عم تدخل لجسمه واللي هو ما بحس فيها الآن، لكن بعدين رح يحس فيها ورح تظهر عليه الأعراض شئنا أم أبينا، يعني بأي صحيح. شكل من الأشكال. صحيح. دكتور، طب حضرتك كمان نوهت لفكرة كتير مهمة وقلت أنه أيضا الشخص المدخن أو المرأة المدخنة ممكن تسبب تشوهات خلقية قلبية بسبب تدخينها. صحيح. بما أنه حضرتك عم نحكي عن مدار التدخين، شو هي أبرز المشاكل القلبية اللي ممكن يتعرض إلى الجنين بسبب تدخين الأم، حتى ولو كان تدخين سلبي، يعني كانت جالسة بجو كله دخان؟ يعني هلا أبرز مشكلة هي نقص النمو وصغر حجم الطفل. هي أول شغلة، لأنه عن طريق التدخين أو الأرجيلة بتنقص الأكسجة بجسم الحامل وبيؤدي لها الموضوع، وممكن تظهر أمراض قلبية عند الجنين مثل ما قلنا. التدخين هو عامل أساسي للإصابة بأمراض القلب الخلقية، في ترافق بزيادة نسبة الأمراض القلب الخلقية عند أجنة المدخنات سواء كان سيجارة أو الأرجيلة، فهذا أكيد مدروس ومعروف هالترافق هذا. طبعا كمان الأثر بيزيد لما الأم بتأرجل أو بتدخن قدام طفلة، قدام الوليد أو الرضيع أو الطفل الصغير. التدخين السلبي بيأذي مثل الإيجابي، فلو ما الشاب أو الطفل أو اليافع خلينا نقول لو ما مسك الأرجيلة أو السيجارة إذا كل يوم بهالجو فهو اسمه مدخن سلبي، وهذا بيأثر كتير عليه طبعا للمستقبل، بتتفاقم المشكلة معه بتظهر باكرا. الشغلة الثانية اللي كتير مهمة هي موضوع الغذاء. هلا سابقا كان الأكل صحي أكثر بكتير من هلا، هلا عم يعتمدوا الشباب خاصة طلاب المدارس على الوجبات السريعة المصنعة المعلبة الجاهزة. كانوا قبل يلفوا سندويشة بالبيت ياخذ معه خيار بندورة أي شيء تفاحة، هلا صار يعتمد على الشيء الجاهز المعلب السريع، وهي كتير خطرة الحقيقة. مع الوقت بتؤدي لظهور شيء بنسميه متلازمة استقلابية، بيرتفع الضغط، بيرتفع الكوليسترول الشحوم، بيرتفع السكر، بصير مقاومة للأنسولين، وبندخل بقى بمرض تصلب الشرايين الباكر وظهور الأعراض باكرا عند الشباب للأسف الشديد نتيجة نمط الحياة الغير صحي. من جانب تاني كانوا يلعبوا رياضة بشكل أفضل بكتير، هلأ كان في حصة رياضة بالمدارس هلأ شبه انقرضت للأسف. يعني وللأسف كمان دكتور نحن يعني خلص وقتنا مع حضرتك، وأكيد كتير من النصائح اليوم قدمت لنا إياها وهي مفيدة جدا لكل الأشخاص يلي ممكن ينصابوا بهذا المرض. أكيد نتمنى السلامة للجميع، وبدنا نشكرك دكتور. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. شكرا لكم. شكرا لك دكتور لوجودك معنا. أما هلأ عفاف رح نروح لدرعا تحديدا، ورح نشوف بعض النشاطات والفعاليات الثقافية يلي عم يشهدها دار الأسد للثقافة والفنون ضمن درعا ضمن أيام احتفالية الثقافة السورية، والتفاصيل مع زميلتنا مرح المقداد. كعادتها السنوية تحافظ احتفالية أيام الثقافة السورية على رونقها وطابعها المميز، ففي كل عام تطل بحلة جديدة تلتقي فيها القامات الفكرية بمختلف المجالات. فبرعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع مديرية الثقافة بدرعا انطلقت النشاطات الثقافية لهذه الأيام على خشبة مسرح دار الثقافة بدرعا. شاركنا اليوم بيوم الثقافة السورية بمشاركة فرقة درعا الفنون الشعبية اللي بتمثل محافظة درعا،
من خلال ثلاث لوحات فنية بتمثل التراث الحوراني الأصيل اللي هي جوفية، بعديها لوحة الحاش اللي هي أصل التراث الحوراني كانوا يتغنوا فيها لما بدهم يروحوا على المعارك ضد المستعمر والمحتل. أهم ما ميز هذا المهرجان معرض الكتاب الذي تزين به بهو المركز الثقافي ولاقى استحسان العديد من الرواد، بالإضافة إلى لوحات للفن التشكيلي ولجماليات الخط العربي القديم التي بثت الروح والحياة لدى الحضور لهذه الفعاليات. يأتي هذا المعرض ضمن فعاليات أسبوع الثقافة السورية، ويضم مطبوعات لوزارة الثقافة أو الهيئة العامة للكتاب ومنشورات اتحاد الكتاب العرب. تتنوع موضوعات هذه الكتب بين الثقافية بوجه عام وبين الأدبية والدراسات الثقافية والفكرية. موضوع لوحاتي بيحكي عن حالة الأطفال. إذا بتلاحظي رغم اختلاف مثلاً الحالة المعيشية لمعظم العيال، بتلاقي الأطفال بخلقوا حالة لهم خاصة فيهم. عمل المرأة الفلاح، المرأة الريفية، واللوحة عندي صناعة الأطباق من بداية لما حصاد القمح بشكله القش وبيصنع منه الأطباق. هون اللوحة عندي لوحة انتظار عند المغيب، يعني سيدة عم تنتظر، ممكن لها أبناء، ممكن لها مغتربين. طبعا احنا حبينا نشارك بمعرضنا الفني بأيام الثقافة، وبتمنى تكون مشاركة فعالة. لم تستثني الثقافة أهم ما يميز درعا من عروض تراث شعبية فلكلورية غنائية راقصة أدتها فرقتا درعا للفنون الشعبية والمهرة السورية، إضافة إلى تكريم عدد من القامات الفكرية والأدبية القديرة. طبعا التكريم هنا، أنا تم تكريمي في كثير من المناسبات سواء في دمشق أم في كثير من البلدان العربية، ولكن هنا في درعا يحمل نكهة خاصة. صحيح أني عرفت التكريم في أكثر من مهرجان وفي أكثر من مناسبة، لكن أن يعود المرء إلى جذوره يعيده إلى نبعه الطفولي. نحن كفرقة العلين للفنون المسرحية قدمنا عمل بعنوان أمل لاجئة، كان تأليف الأستاذ خليل هنداوي ومن إعدادي وإخراجي. طبعا الهدف له مضمون، هو إرسال رسالة لكافة الناس أنه فلسطين ستبقى عربية. الاحتفالية اختتمت نشاطاتها بعرض مسرحي بعنوان أمل لاجئة، حاكت معاناة الشعب الفلسطيني في نضاله ضد العدو الصهيوني وجرائمه. مرح المقداد، الإخبارية السورية، درعا. مستمرين باحتفالية الثقافة السورية، ورح ننتقل بالتقرير الثاني لمحافظة دير الزور. كمان أقيم وتحت شعار الثقافة رسالة حياة أنشطة ثقافية منوعة احتضنها وسادة المركز الثقافي العربي بدير الزور. رح نشوف كثير من التفاصيل ضمن هالتقرير التالي ومع مراسلنا إبراهيم الضلي. نشاطات ثقافية منوعة احتضنتها صالة المركز الثقافي العربي بدير الزور ضمن فعاليات أيام الثقافة السورية التي تقام تحت شعار الثقافة رسالة حياة. الاحتفالية تتضمن العديد من الفعاليات، تتضمن معرض للزي الشعبي، معرض للفنون التشكيلية، معرض لمقتنيات البيت الفراتي، ومعرض للحفر على الخشب، ومعرض فن تشكيلي، بالإضافة إلى مجموعة من القصائد الشعرية يقدمها بعض الأطفال من مهارات الحياة، وهناك عمل مسرحي للمخرج درام سفان. انطلاق الفعاليات تضمن معارض للفن التشكيلي والمهن اليدوية والأزياء التراثية، وعرض مسرحي بعنوان عربة آدم. عربة آدم هو عنوان المسرحية. من هذا العنوان نستطيع أن نستشف أن عربة آدم تعني عربة كل بني آدم في هذه الحياة. مجموعة من القصص والحكايات تتحدث عن مآسينا وعن أحلامنا وعن آلامنا، قمت بالربط بينها لأخرج بعمل مسرحي
أتمنى أن يكون ممتعاً. مقتنيات البيئة التراثية هي عبارة عن الأزياء التراثية مثل العباية الديرية للمرأة والعباية أيضاً الرجالية والقلابية، هاي لباس التراث، وبمقتنيات المطبخ الفراتية، بالإضافة إلى يعني محتويات البيت مثل المزملة والرحاية والغربال والمنقل والدلة، هاي كلها من أغراض البيت التراثي القديم. معرض اليوم يتضمن أعمال خشبية، أعمال يدوية، وأعمال النقش على العجمي، طبعا انفراد بمدينة دير الزور احنا بهذا الموضوع، وهي معروضاتنا تغني عن الكلام. الفعالية جاءت مستوحاة من الثقافة الفراتية الأصيلة والغنية بتنوع مشاربها. براهيم الظلي، الإخبارية السورية، دير الزور. أما هلأ رح نروح لفقرتنا الاجتماعية، وهي فقرتنا الأخيرة بحلقة اليوم. رح نحكي فيها عن موضوع كتير من الأشخاص بيمرقوا معهم، وهو اختلاف وجهات النظر بسبب فرق السن بين الآباء والأبناء. هذا الفرق ممكن يعمل كتير مشاكل، مو بس اختلاف بوجهات النظر، يمكن يفقدهم الحوار الأساسي اللي ممكن يكون موجود بيناتهم، وبالتالي العلاقة كلها تفشل. لهيك يعتبر الحوار هو من الوسائل اللي ممكن يعتمدها الأهل لتقارب الفجوات، أو خلينا تقارب المسافة العمرية وأيضا المسافة بالتعبير، وممكن يأسس لعلاقة سليمة وصحيحة بين الأهل والأبناء. يعني سلمى، هذا الموضوع كتير فيه خلافات حوله، خلينا نقول كتير من الأهل وكتير من الأبناء بيشتكوا أنه أنا أهلي ما عم يفهموا علي. لما بنقعد على طاولة الحوار بتصير كتير خلافات، وبنقعد لحتى نتناقش بموضوع عائلي أو قصة مع أحد أفراد العيلة، فبيقلب هذا النقاش والحوار بطبش الطاولة، وبتصير مشاكل كتيرة طبعا بسبب اختلاف أعمار الأهل والأبناء وبسبب بعد وجهات النظر. فإمتى ممكن يكون هذا الحوار هو وسيلة تقارب، إن كان تقارب عاطفي أو حتى اجتماعي بين أفراد هي العيلة؟ طبعا ما نو بعيد الحوار ممكن يكون عن الحزم والقرارات المهمة اللي بتكون حازمة وصارمة، ولكن بأسلوب مختلف، خلينا نقول عنه ديناميكي، بيقرب وجهات النظر بيننا وبين أهلنا. كيف ممكن اليوم نحن نخلق هذا الحوار الفعال ونتقارب أكثر من أهلنا؟ كل هاي التفاصيل مع الاختصاصية الاجتماعية الدكتورة تغريد مسلم. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير دكتورة. سعد صباحي. خلينا نبلش مع حضرتك. بنعرف أنه الأسرة هي يعني أول شيء ممكن يتعلم منه الطفل أي شيء بحياته، فكيف بقى الحوار، كيف يعبر عن نفسه، كيف العلاقة بين الأب والأم والأولاد؟ فخلينا نبلش بهي العلاقة بشكل عام. صحيح، الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، والأطفال اللي بيجوا ضمن هاي الأسرة هم جيل المستقبل، فعلى الأسرة أن تعي دورها بشكل صحيح. يعني وظيفة الأسرة ليست فقط تأمين الاحتياجات والرعاية، وإنما كذلك التربية. فأنا لحتى أقوم بعملية التربية الطرق اختلفت، يعني أنا ما عاد فيني استخدم أسلوب التلقين أو أسلوب السلطة الأسرية وسلطة الأب الأسرة وسلطة الأسرة سلطة ربي الأسرة. هذا الشيء حاليا ما عاد مقبول، أو الجيل الجديد لا يتناسب معه السلطة الأبوية أو السلطة الأسرية. صار في عنا يعني وسائل جديدة لابد من أنه نستخدمها مع أفراد الأسرة، والحوار هو أحد أهم الأدوات اللي بيستخدمه التي تستخدم بالأسرة حتى تكون هذه الأسرة ناجحة وتقوم بكل أدوارها على أحسن وجه ممكن. لكن الدور أو الحوار اللي بيمارسه أعضاء الأسرة أو خلينا نقول ربي الأسرة، هذا الدور ما بيكون بالتلقين أو بالتوجيه أو بالفرض، وإنما هو ثقافة حياة، ثقافة خلينا نقول أو أسلوب حياة، نمط حياة بده يكون بين أعضاء هالأسرة. يعني الأب والأم لما بيكونوا عم بيتحاوروا مع بعض هذا الشيء بشكل خلينا نقول يعني روتيني رح يتشربوه الأبناء، وكمان هن ينتقل لهم ثقافة الحوار. لكن أنا بدي يجي علم ابني الحوار، والحوار غير سائد بين الأب والأم، هذا الحكي أكيد الطفل رح يقارن ورح يصير عنده مشاكل وأزمات. فأنا بدي أبدأ من مو بس من يوم ومن وإنما من صفر يوم، بدي أبدأ بعملية الحوار، لأني أنا حدث الجنين وحكي معه وسمعوا الصوت
وصله محبة. طيب طلع هالجنين للحياة، بدي كمان أنا أتواصل. صحيح كل مرحلة إلى طريقتها بالحوار وإلى طريقتها بعملية التواصل، لكن أنا كمان يعني بدي كل مرحلة استخدمها أو خليني أوظف الحوار بالطريق المناسب. وإذا علمت أبنائي من الصغر على الحوار، هيك أنا رح أضمن أنه هن يكون بأمان إلى يعني كل مراحل حياتهم. يعني رح أزرع لهم الثقة بالنفس، رح أزرع فيهم يعني رح أنزع الخوف من عندهم والشك، وخلي عندهم الصراحة والوضوح وعدم الخوف وتحمل المسؤولية وكثير من الأشياء اللي ممكن تكسبوا لها الطفل حتى كمان فيما بعد بمراحله الحياتية المتقدمة، تكسبوا مهارات وتكسبوا قوة كيف هو يعيش بالحياة. طيب دكتورة تغريد، خلينا كمان نضوي على نقطة مهمة، اليوم ثقافة الحوار وثقافة التقارب بين الأهل، حتى بعد ما بلغوا الأطفال وصاروا بسن المراهقة، هذا السن كتير حساس، حتى لو الأهل معلمين أطفالهم من الصغر على الحوار، ولكن هاي فترة كتير حساسة وبيصير فيها كتير مواجهات صعبة. خلينا نقول يعني المراهق بده يثبت رأيه وبده يثبت شخصيته بهذا العمر، والأهل بدهم يلعبوا دورهم بالحزم وكيفية ضبط هاي الضوابط إنه تضل موجودة. كيف ممكن هون يخلقوا التوازن بينهم وبين أطفالهم المراهقين بحيث النتائج الحوار ما تكون عكسية؟ صحيح، مرحلة المراهقة هي مرحلة يعني خطيرة وبدها يعني حسن تصرف، بل بدها يعني تعلم كيفية نحن نتعامل مع الأبناء بهذه المرحلة. لكن إذا أنا زارع ثقافة الحوار من الطفولة، أنا الأضرار أو خلينا نقول المخاطر رح تكون بأخفة، يعني رح أقدر أضبطها وتحكم فيها وحولها لعملية التعلم. صحيح هي مرحلة المراهقة هو بينقاد وراء الآخر، يعني بده يثبت ذاته، بده يحس بالأنا تبعه، بده يبين أنه هو يعني بيعرف، فلذلك هو بيلحق اللي بيسمع له. والحوار إذا إجينا نحن أساس الحوار هو الانصات، هو أنك تسمعي له، فأنا ليش لحتى خليه يروح للآخر ليسمع له ومن ثم ممكن يوجهه بطرق خاطئة، ممكن يوديه لأماكن يعني غير محسوبة. لا، أنا بخلي المكان الانصات الآمن يكون هو بالمنزل وأنا اسمع له انصت له اتدخل بالوقت المناسب. صحيح أنا ما رح خلي الحياة كلها انصات وبس خليه هو يحكي، أنا بدي أسمع لحتى أعرف شو عنده، لأعرف شو عم تواجهه من مخاطر، بشو عم يفكر، شو الأضرار اللي ممكن يعني تكون هي محيطة فيه. على الأساس هذا أنا يعني ممكن أتدخل بالمكان المناسب لحتى وجهه بالطريقة المناسبة. توصيل خلينا نقول النصيحة أو خليني أقول التوجيه توصيله بهذا العمر ما بيكون بمحاضرة ولا بيكون بالفرض، وإنما بيكون من خلال أني أنا أسرد له قصة لأحد آخر يعني أو لأحد من عمره مر بهالمشكلة وصار معه هالأضرار وهيك، وأنا بسأله أنه أنت شو رأيك وكيف برأيك أنت لو كنت يعني مكانه ممكن تعمل هيك، شو بتعمل؟ خليني أسمع له. يعني أساس الحوار الأسئلة المفتوحة والأسئلة التوضيحية والإنصات والاحترام لوجهة نظره. كمان أنا ما بدي استهزأ بوجهة نظره مهما كان كانت يعني ممكن تكون خاطئة أو حتى ممكن تكون يعني صغيرة. لا، أنا بدي أسمع له لأعرف وين مواطن اللي أنا بدي أتدخل فيها وعززها وقويها عند ابني. طيب دكتورة، حضرتك حكيتي عن أسس الحوار الناجح، ولكن هل الحوار من أي سن أنا لازم بلش فيه؟ إمتى لازم أعطي هذا الأخذ والرد؟ وصار فيني أقول أنه شخصية الطفل تقدر تستوعب هذا الشيء. في أوقات أهل بيقولوا لك لا لساته صغير، أنا لازم بس أكون هلأ معه بالإيه ولا مو أكتر من هيك مشان حافظ على هيبتي مثل ما بيقولوا قدام الطفل. من أول أيام الطفل الأولى بدي أنا أبدأ معه بثقافة الحوار. يعني أنا لما الطفل بكي أنا بدي يعني كمان يعني هدول الأيام الأولى لما عم يبكي لبده حاجة بدي أعرف أنا كيف يعني كيف لبي هالحاجة، كيف أتجاوب معه. بتشوفي الطفل الصغير يعني
اللي بيبتسم له بيضحك له هو بيضحك له. فهي كمان بلشت لغة الحوار، يعني بتكون بمراحل الأولى بتكون بالإشارات، بعدين تنتقل للكلمات، ومن ثم التعابير، ومن ثم بتنتقل للغة اللفظية وغير اللفظية. فأنا بكل المراحل بدي استخدم ثقافة الحوار. لكن في شيء خاطئ، يعني دائما الأهل لما نحن بنقول لهم حاور ابنك، وخاصة الصغار يعني بسن الروضة والسنوات الأولى، فهن بيعتقدوا أنه أنا يعني الإقرار هو هذا الحوار. يعني أول ما بيجي من الروضة أو أول ما بيجي من المدرسة يجوا يستجبوا، تعالي حكي شو صار معك. طب هون رح يخاف يخبي، لا أنا بدي أبدأ أنا بالعائلة نحن نحكي يعني على خلينا نقول المشاكل والقضايا اللي بتخص الأسرة، ونتحاور يتحاور فيها الأب والأم، ويسألوا كمان هالطفل كمان يعطي رأيه، ونسمع له نحترم رأيه ونوجه رأيه كمان، حتى يبدأ هو ينقل لنا شو عم يصير معه خارج أجواء المنزل. لأنه طول ما هو بالمنزل عندك أنت جو آمن، يعني أنت بتابع ابنك، لكن لما طلع خارج المنزل ما بنعرف شو عم يصير معه. إذا ما علمناه أنه هو كيف يحكي ويناقش حتى يعرف وين الغلط وين الصح، شو صار معه بالمدرسة ومع الأصدقاء، ووين كان إذا كان عنده. وكمان هون ننتبه من أسلوب التأنيب. صحيح أنا بقول أنه الثواب والعقاب هو كنظرية مناسبة كتير للأطفال، لكن نكون حذرين. يعني نحن يعني بتطبيق صغير بيكون في خطر، يعني بدي يكون حذر كتير ودقيق بعملية اللي خليني نقول خاصة العقاب، وحتى كمان المكافأة. لأنه البعض بيعتبر أنه المكافأة يلا أنا بكافئه على أي شيء بيصير، بيتعلم أنه هو ما يعمل شيء إلا بالمكافأة. فإذا أنا من السنوات الأولى بدي أنا أبدأ أعلمه على الحوار، حتى أتحاور أنا وياه. يعني الطفل بيقلد بسنوات الأولى، بيقلد يعني شو عم يشوف أمامه، فعم يشوف الأب والأم عم يتحاور، وهو رح يكمل يعني هو رح يكون. أما إذا كان يعني الأب خارج المنزل طول الوقت، والصراخ والعصبية موجودة بين المشاحنات بين جو الأسرة، هون أنا بدي أقول كيف بدي أعلم ثقافة الحوار. هون رح يبدأ هو يشرب كل شيء عم يشوفه أمامه، ويكبط ويخزن بعقله الباطن. وهذا الأشياء كلها بعد سنة 18 بتبلش بقى عندي، كل ما خزنه بلش ينعكس باضطرابات سلوكية واضطرابات نفسية عند هذا الشاب اللي هو صار بهذا العمر. دكتورة قبل ما نختم، خلينا ما كتير يعني بكل الأوقات الأهل بيكونوا على صواب ورأيهم هو الصح، طبعا بغالب الأوقات، ولكن ببعض الأوقات بيكون في للأبناء وجهات نظر مختلفة وبدهم هذا الشيء أو هذا الخيار أو هذا الاختصاص بأي مجال من مجالات حياتهم، إن كان باختيار الشريك بالحياة أو حتى اشياء يعني عادية او صغيرة. هون كيف ممكن يعني تتقارب وجهات النظر اذا الاب او الاهل ضلوا على فكرتهم وعلى رأيهم والابن عنده رأي تاني مختلف؟ كيف هون ممكن الحوار انه يغير رأيين او يضل يصيروا رأيين مختلفين رأي واحد؟ تقارب وجهات النظر أنا لأخلقها حسب كل فئة عمرية، حسب الفئة العمرية اللي هو موجود. يعني عند الأطفال شيء، وعند المراهق شيء، وعند اللي دخل بمرحلة الجامعة وحتى كمان ما بعد الجامعة. كل مرحلة إلى طريقتها اللي أنا بدي أبدأ يعني قارب وجهات النظر. لكن أول شيء أنا بدي أسمع له، يعني أنا بدي أسمع لأحترم رأيه. ونحن بنعرف هلأ الأجيال الجديدة ما أنا مثل الأجيال التقليدية، يعني الطفل صار عنده هو مصدر للمعلومات، المراهق مصدر للمعلومات. يعني اليوم أنا الصبح عم بسمع خبر أنه طفل 13 عام عم يخترع بيتكوين ويحقق يعني مرابح كبيرة بعملية احتيال. هذا طفل، يعني إذا صار هو عنده مصدر للمعلومات واسع من خلال العالم الافتراضي والإنترنت اللي أصبح هو بين إيدي. شو نقول للأهل هلأ بهي الحالة؟ بهي الحالة أنا بدي أسمع له، بدي أحترم وجهة نظره، بالعكس أنا بدي أتعلم من الطفل، قل له علمني، يعني أنا أورجيني شو عم تتعلم وعلمني أنت، هيك رح يبدأ يقدم لك شو عنده، ورح تعرفي شو هو عم يتابع وكيف عم يتعامل. هون تدخلي بقى للنقاط اللي هي بتكون غير صحيحة لتوجهي أنه هاد صحيح وهاد غير صحيح، وهاد يعني بيكون مناسب لإلك أو بيكون غير مناسب. صحيح، معلومات مهمة جداً.
اليوم من حضرتك دكتورة تغريد، شكرا لوجودك ولكل شيء قدمتي لنا اياه. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة تغريد ولكل شيء قدمتي لنا اياه. شكرا لكم، وبتمنى السعادة لكل الأسر وأن تكون كلها على وفاق ومحبة واحترام لكل الأفراد من بعضنا البعض. أكيد. شكرا لك يا سلمى، وصلنا لنهاية صباحنا لليوم، بدي أتمنى لك طبعا يوم حلو ودافي. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، أكيد بدي أتمنى لكم يوم دافي وبعيد عن الأمراض وعن الأشخاص السلبية وعن كل شيء بشع ممكن تواجهوه خلال يومكم. بدي أتشكر مرة ثانية المعدة هزار عبود والمخرج حسين الخطيب وكادر التصوير بصباحنا غير، وأكيد نلاقيكم الأسبوع الجاي بفقرات جديدة وحلقات جديدة ومواضيع جديدة. باي باي. أكيد عفاف، كمان بدنا نشكر متابعينا ونقول لهم مثل العادة أي شيء بتحبوا إنه تراسلونا فيه، يا ريت تراسلونا على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير أو على صفحة الإخبارية السورية. بعد شوي فيكم تشوفوا مقتطفات من الحلقة على صفحتنا أيضا. بكرة بيست أوف لأبرز محطات الأسبوع. ضلوا بألف خير. باي باي.